كنت دار في السطات. ولاد الوالده اللي انا باقي حتى العائله شويه. ولاد الوالده فين؟ ولاد بوسنيه. هو دير تعبتنا حنايا. ديرها وياهم. ديرها وياهم. لا لقاتي. الله عمرها دار. شوف المشي هذا ال سليلة. يا ربي إذن أسعد الله أوقاتكم بكل خير متتبعي قناة شوف تي في فيما كنتو كنتواجدوا معكم دائما مدينة الدار البيضاء. إذن اليوم معنا أمي عايشة اللي في عمرها 62 سنة 30 سنة وهي حاطة الفراشة في القصرية ديال السيد البنوصي 30 سنة ديال العناء ديال المشقة كتقول كلشي استفاد الا هي يعني مشوية كما كتعرفوا الناس ديال البرنوصي وعين السبع كيعرفوا القصاريه شحال كانت عامره ويعني وكانوا باش غير تدوز من القصاريه يعني كتلقى صعوبه كبيره بزاف. فالسيده عائشه اليوم كانت بين هذوك الناس اللي كانت عندهم بلاصه في قصاريه وكانت معروفه وكان عندها زبنائها الخاصين لكن كتفاجئ ان كلشي يعني استفد من محل تجاري كما كتعرفوا ان منطقه سيد البرنوصي ولات منظمه من حيث الكيوسكات يعني كل واحد هذوك الناس اللي كانوا حاطين الفراشات ديالهم كل واحد ولا يعني خاد المحل خاص به. ف مامتي عائشه كتقول انا الوحيده اللي ما خديتش. مرحبا بكم مامتي. بارك الله فيك بنتي. السلام عليكم. كي دايره بخير؟ الحمد لله بنتي كي دايره لاباس عليك؟ كمل لنا شنو المشكل ديالك؟ بنتي المشكل ديالي بنتي انا 30 عام وانا في السوق، الشتا فيا والبرد فيا وكلشي فيا حتى جيت على المرض من السوق، جيت كيضرني ركابي، جيت الطانسيو بالجري ديال البوليس وديال المخازنيه، جيت السكر، فقدت التوازن، جيت هذا سياتيك في الدار، وفي الاخر كنتفاجئ الناس كلهم استافدوا الا انا. الا انا واحد السيده حدايا اللي ما استفدناش ما خليتش من باب دقيت مشيت للعماله درنا مظاهرات ما خليتش من باب دقيت كلشي الناس استافدوا اللي كانوا معايا في الفراشه مفرشين حدايا كلشي استافدوا الا انا ما استفدتش بغيت نعرف علاش ما عرفتش علاش الناس استافدوا انا لا وانا ما عندي حتى شي دخل خور ما عندي الراجل كان الله يرحمه كان مريض بالكونسير مات ما عندي حتى شي مدخول ما عندي لا لا كيس لا لا متوال لا حتى حاجه عندي الله سبحانه وتعالى ديك الفراشه اللي كنت عايشه منها انا وولدي ودابا هذا الشيء اللي كنطالب انا انا بغيت حقي ما يضيعش انا بغيت انا بغيت حانوت ولا كيوسكات حتى انا نعيش فيه انا ووليدي تنكبار الوليده وخدامها هنايا عساس تا ولا لا كيس لا حتى شي حاجه ما تخلص لها على وليداتو لا والو ما نافع راسو ما نافعني انايا وعلاش الناس كلهم خاضوا انا علاش نضيع قالك سيري تتابع الحي لا غنمشي نوض واحد شاد كيوسك نقول ليه لا رانا بلاصتي هنا ما يمكنش وعلاش دوك اللي حدايا استافدوا وانا ما نستافدش و30 عام ديال المعاناه وديال التكرفيس وديال جري يجري عليك البوليسي يقلع لك حوايج لك المخزني الشتا فيك والبرد فيك حتى جيت على المرض من السوق والناس استافدوا وانا ما نستافدش ما يمكنش وانا ما عنديش شي حاجه شي مدخول ما عندي حتى حاجه عندي الله سبحانه وتعالى حتى انا بغيت نكون بحال الناس انت انا نستافد من داك الكيوسك نبقى عايشه فيه حتى نكبر والسلام عليكم هادشي اللي كنطالب واخا مامتي قلتي واحد المساله ديال عطيتي 5000 درهم لما عطيتي 5000 درهم للجمعيه شكون هاد الجمعيه صحاب الجمعيه ديتها وجمعت قالوا لي هاد جيبي وهاد جيبي عطيتها
ما ايوا صافي غادي ملي ندير عندنا النمره ديالك ديال التليفون نغوتو عليك. هاتا كنتفاجئ السيده اللي ما مستافداش حتى هي جات قالت لي راه مفرقه الكيوسكات اللي جيت اسمو بحال غدا السكه هذوك الكيوسكات تفرقوا الاولين تفرقوا هذا اللي حدانا جيت جامع فردوس حدا دوار بي تفرقوا هذا باش وحدين ثاني في السليمه والتحت في المارشي اللي جيت هذا شي يقولوا لي جيت المدرسه دابا حاليا هاد الاخرين اللي قالنا اللي ما استافدش هادو راه غادي يستافد فيه ما استافدش فيه ها هما تفرقوا تعطاو اللي عطى الفلوس واللي عنده من يوقف عليه راه داكشي بين المقدميه وبين اصحاب الجمعيه راهم استافدوا واللي ما عندوش راه عنده الله سبحانه وتعالى راه ما استافدش سيري دوك الوراق ديريهم كوليهم الواحد 30 عام هو ضارب تماره وضارب كل شيء والشتا فيه والبرد فيه والناس كله اللي كانوا معاك استافدوا وانت ما تستافد راه غادي يبقى فيك حل وانا مريضه خاصني دواء خاصني شحال من حاجه عندي السكر عندي الطنسيو ديال القلب عندي الطنسيو ديال العينين عندي السياتيك جاتني الزون الله ينجيك في الودن وقع لي ميكروب فقدت توازن ما داونيش للطواليط ما نمشيش شحال وانا تنعاني وانا نعصر في السبيطار ايوا شكون اللي غادي يلقى كاين الله سبحانه وتعالى والحمد لله على كل حال هو الناس ما نفعوك حتى انا ما بغيت منهم حتى شي انا بغيت حتى انا نستافد بحالي بحال الناس ما كنطالب انا ما يعطيوني لا فلوس ما يعطيوني حتى شي حاجه مسجله اختي ها مسجله لا لا شحال من مره شحال من مره ودازوا عندنا شحال وانت كتبيعي وتشري هنايا هاد شحال من سنه قلت لهم 30 عام انا ولدي جبتو للسوق عند 4 سنين ايوا شنو في الاخر والو كاع الناس استافدو حتى انا ما نستافدش تمارسي وداك الشيء كلشي مشى فابور ما يمكنش يعطوني انا باغا هذاك داك الكيوسك مبقى عايشه فيه انا واخا نحط فيها خرقيت انا نترزق بحالي بحال الناس ونعيش فيه انا ولدي ما عندو تا هو حتى حاجه عدو الله راه عندو جوج وليدات هو باش غادي يعيش هاد السيد 30000 ريال كيدير ليها يصرفها على راسو ولا غادي يصيرها عليا انا ما عندي لا نتريك لا والو عندي الله سبحانه وتعالى انا بغيت هذا الكيوسك انا ما طالبه لا فلوس لا دار لا حتى شي حاجه انا بغيت غير كيوسك ولا حانوت نعيش فيه نعيش منه ندير نحط فيها قريقات شكون خدام عليك امي ما خدام عليا حتى واحد عندي الله سبحانه وتعالى قلت لك هذاك الدريري ديك 30000 ريال اللي كيجيب واش غادي ياكلها هو ولا يعطيها ليا انا احنا عايشين مع الحباب والحمد لله على كل حال الدواء والعينين هذه راه دايره على السكر قبلية الشباكه دايره على عمليه والواحد ما يعطيكش باش تعيشي يعطيوني كيسك باش نعيش به انا ما بطالبه لا فلوس لا دار لا حتى حاجه انا بغيت كيوسك نعيش به ماشي نعيش واحد الموده ندوزي لا وخوفك من هنا يجريو عليك يديو لك السلعه وتمشي تبقاي تضاربي عليها ولا تدوري تجيبيها وفي الاخر الناس من هك حدا كيستافدوا كنا ما استافدوش اللي معايا ما يبقاش ليا الحال ولكن الناس كلشي اللي ساكن حداك هنا في دوار بي الناس يستافدوا كاينين جوج استافدوا ساكنين في دوار بي وكاينه امراه وراجل ما استافدوش مساكن حتى هما بحالي بحالو ايوا اللي عطى الفلوس وعنده اللي وقف معاه عنده الكتاف راه استافد وعنده الصنطيح راه استافد واللي ما عنده لا فلوس لا والو بحالي راه قرض الارض عطيت ديك 100000 ريال مشات ليا بحال هكا حتى كنتفاجئ جات عندي دقات عليا المراه قالت ليا الكيوسكات اللي دفعنا فيهم الوراق والفلوس راه مشاو راه فرقوهم على من بغاو فرقوهم اللي عندهم درسه صحيحه وفرقوهم اللي عندهم الفلوس ايوا هما عندهم الوجهيات وعندهم الفلوس وحنا عندنا الله سبحانه وتعالى هذيك الشيء اللي كلينا امي انا بغيت حانوت نعيش منه كيوسك نعيش منه واخا نحط فيها خريقات انا نترزق فيه الله نطلعها الفرانك 400 نعيش بها حتى القبار ما طالبه حتى شي حاجه حيت ما عندي حتى شي مدخول هادشي اللي كاين اذا لما انت عايشه راه الميساج ديالك واضح الرقم ديالك هو 034
51 76 41. هذا هو الرقم ديالكم ولدي. التليفون كاين عندك دابا ولا عند بنتك؟ عند بنتي. حنا التليفون عندنا هو ديال الدار. غتجي بنتك غتجي؟ اييه ان شاء الله بنتي. باش الا بغاو الناس ان شاء الله يتواصلوا معاك غادي يتصلوا به. اذا كيف ما شفتوا هذه هي ممتي عائشه اللي ما استافدتش، كتقول مجموعه ديال الناس استافدوا كانوا حداها وكيسكنوا حداها في دوار بي، هي ما استافدتش. يعني 30 سنه ديال المعاناه، 30 سنه ديال الخدمه، يعني كتقول 30 سنه كتبيع وتشري في البيجامات في القصريه ديال سيدي البرنوصي. استافدوا الناس اللي كانوا معاها وهي ما استافدتش. انا تنطلب من المسؤولين يوقفوا معايا انا ويعطيوني حقي، ما يضيعونيش كما عطاو لهذوك الناس المسؤولين واللي مكلف بهذا الشيء وصحاب الجمعيه، يوقفوا معايا انا يعطوني حقي. انا ما نضيعش انا وولدي، انا يعطيوني كيوسك انا نعيش فيه انا وليدي حتى نموتوا. هادشي ما طالبان انا دار لا فلوس لا حتى حاجه، انا باغا هذاك الكيوسك ولا حانوت نعيش فيه، ندير فيها خريقات اللي قسم الله زويفات وخريقات نستافد منهم باش نعيش ونشري دوايا حتى نموت. نطلب من المسؤولين واللي متبعين هادشي يوقفوا انا يعطيوني انا نستافد بحالي بحال الناس. هادشي اللي طالبه بنتي، الفضل كيرجع ليكم ويرجع المسؤولين يوقفوا معايا، والسلام عليكم. إذا المتتبعين وبهذا نكون قد أنهينا هذا البث المباشر، نلقاكم إن شاء الله في بث آخر، إلى اللقاء.